اتفاق تبادل الأسرى من الكل مقابل الكل إلى 1400 شخص من الطرفين. لماذا يرفض الحوثيون الإفراج عن المرضى والسياسيين والصحفيين؟ ولماذا تتماهى الأمم المتحدة مع أجندة الحوثيين في تجزئة اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين؟ أهلا بكم. صرح مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث أن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي توصلتا لآلية واضحة ومحددة للإفراج عن 1400 معتقل من الطرفين. ويأتي هذا الاتفاق المجتزأ بعد فشل مارتن جريفيث في تنفيذ الاتفاق الشامل الذي يقضي بالإفراج عن جميع المختطفين العسكريين والمدنيين، والفشل أيضا في بنود اتفاق السويد الأخرى. أحد أعضاء الفريق الحكومي في لجنة التبادل اتهم مكتب المبعوث الأممي بالتماهي مع أجندة ميليشيا الحوثي وتجاهل معايير حقوق الإنسان خلال التعاطي مع هذا الملف الإنساني، فيما يبدو أنه محاولة مستميتة لتحقيق أي إنجاز يحسب لمارتن جريفيث بعد الفشل الذي مني به منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2018. فهل سينجح هذا الاتفاق الجزئي خلال التنفيذ؟ وكيف تقبل الأمم المتحدة مبادلة شخصيات سياسية وإعلاميين مدنيين بأسرى حرب من ميليشيا الحوثي؟ اجتماعات مكثفة ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في عمان لمحاولة إنجاز اتفاق جديد في ملف الأسرى والمعتقلين بعد تعثر تنفيذ تفاهمات ستوكهولم. تقول المعلومات إن الاتفاق الوشيك سيتم من خلاله الإفراج عن 900 فرد من عناصر ميليشيا الحوثي لدى الحكومة، مقابل الإفراج عن 520 معتقلا لدى الميليشيا، من بينهم أحد المختطفين الذين ورد ذكرهم في قرار مجلس الأمن 2216، ويرجح أن يكون شقيق الرئيس هادي. تقلص الاتفاق من الكل مقابل الكل إلى 1400 معتقل من الطرفين بعد رفض الحوثيين للاتفاق الأول في مباحثات عمان التي فشلت في فبراير من العام الماضي. بحسب المصادر الأممية فإن هذه المحادثات ما هي إلا استئناف لمحادثات ستوكهولم وفي إطار تنفيذ الاتفاق، إلا أنه من غير الواضح ما هي المرجعيات التي تحكم الاتفاق الجديد في حال تم تنفيذه. مراقبون يرون أن هذه الاتفاقية المجزأة تعد التفافا على الاتفاق الأصلي ومحاولة من مكتب المبعوث الأممي بتحقيق أي إنجاز وبأي طريقة. مسؤول حكومي في فريق المباحثات في عمان قال إن الفريق الأممي يدير عملية المفاوضات بطريقة سيئة، متهما فريق المبعوث الأممي مارتن جريفيث بأنه متماهن مع توجه الحوثي ولا يكترث لمعايير حقوق الإنسان في التعاطي مع هذا الملف الإنساني. وقال المسؤول الحكومي إن مكتب جريفيث لم يراعي الأولوية للمرضى والجرحى وكبار السن والمعتقلين السياسيين والإعلاميين لإجبار الميليشيا على الإفراج عنهم. يحاول جريفيث تحقيق أي إنجاز بأي شكل بعد فشله الذريع في تحقيق أي تقدم في الملفات السياسية والميدانية منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، لكن المعوق الأساس يظل في تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها تقديم أي تنازلات، في حين تبدو الأمم المتحدة وفريقها مستعدين دائما للتغاضي عن سلوك الميليشيا. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أمة السلام الحاج، وسينضم معها آخرون. إذا بداية مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، ونشكركم على تناول هذه القصة المأساوية، قضية المختطفين. نعم، هذا واجبنا أستاذة أمة السلام، متابعة ما يحدث لهؤلاء المختطفين. ومؤخرا هناك صفقة لتبادل الأسرى يتم التجهيز لتنفيذها على الأرض برعاية أممية، كيف تتابعينها؟ لا شك أنه رابطة أمهات المختطفين والأمهات جميعا يتطلعين لأي انفراجة لخروج أبنائهن وإنقاذ ما تبقى من رمق في هؤلاء البشر الموجودين داخل السجون الآن 5 سنوات، وهم يعانون وعذابات متعددة وأيضا أمراض متعددة أيضا، وهؤلاء الناس لا أحد ينظر إليهم. وعندما تأتي مثل هذه المباحثات أو هذه
المشاورات أو الاتفاقات نكون نحن أول من يرحب. ومع أن هذه التبادل أو قضية التبادل بالمختطفين المدنيين مع مقاتلين شاركوا في الحرب فيها انتهاك وفيها إجحاف بحق هؤلاء المدنيين، ولكن نرضخ لطلبات الأمهات ورجاء الأمهات أن نوافق على أي انفراجة تخرج هؤلاء الناس من الضيق الذي هم فيها والألم الذي يعانوا. المرضى بشكل كبير جدا جدا تعبانين، ويمكن أن سمعتوا آخر أم وهي تتكلم أن ابنها أصبح يعني مريض جدا. هذه واحدة من 168 شخص أمراض الذي وثقناهم نحن كرابطة، غير الذي لم نستطع أن نوثقهم يعانوا من المرض الشديد ومن الإهمال الصحي داخل هذه السجون. نعم أستاذة متسلام، يعني وثقتم عدد 168 حالة مرضية عاجلة، هل تم الأخذ بعين الاعتبار لهذه الحالات وضعها كحالات أولوية في هذا التبادل؟ نحن رفعنا هذه الكشوف إلى مكتب المبعوث الأممي وإلى أعضاء اللجنة وإلى الجميع، إلى المفوضية وغيرها والصليب الأحمر والجميع، ورسلنا لهم هذا الكشف وهذه النتيجة التي توصلنا إليها من الرصد، على أساس أنهم يبدأوا بهذا وتكون أولوية لهؤلاء الناس المرضى في إخراجهم. ولكن التصريح الذي صدر من عضو اللجنة كان صادما لنا، وأيضا الأمهات الصدق فقدين الأمل في هؤلاء الناس. ما هو التصريح الذي أمل خرج؟ إلا في الله عز وجل. ما الذي وصلكم؟ على أساس أنه أحد أعضاء اللجنة، أحد أعضاء اللجنة أنه هناك يعني المكتب المبعوث يدير هذه القضية بتساهل أو بصورة سيئة، وهذا الذي نخشى على أبنائنا أن يستمر العذاب ويستمر التماهي من قبل الأمم المتحدة مع الحوثي وغيرها، وتضيع قضية أبنائنا وتظل هذه المعاناة مستمرة وتضيع قضيتهم في الجانب السياسي والتداولات السياسية وغيرها. وهذا المحزن والمؤلم للجميع، للأمهات وأيضا للرابطة، أن يصل الوضع إلى ما هو عليه. لو تسمعوا كم يا رسائل من الأمهات يناشد لو سمحتوا ابني في كشف التبادل، ابني في كذا. طبعا نحن جهة حقوقية ولسنا في الوفد المفاوض ولا لنا علاقة بهذا الأمر، ولذلك نرجو من اللجنة ونرجو من مكتب المبعوث الأممي أن يوضحوا للناس، النساء مسكينات متطلعات أن أبنائهن سيكونوا في التبادل على الأقل الذي هم مرضى أو الذي هم أقدمية في السجون، ولكن لا يوجد أي صدى ولا يوجد أي تجاوب من قبل هؤلاء الناس، ولا حتى يردوا علينا ردا، يعني حتى على الرسائل التي نرسلها لهم، يعني حتى تجاهل إلى أبعد الحدود، وهذا الذي يؤلم الرابطة وكذلك الأمهات. ما ندريش إيش نقول للأمهات، ما نكلمهن، إيش نقول لهن؟ نقول لهن بيتجاهلونا؟ بنقول لهن؟ نقول لنا الأمل في الله عز وجل، نأمل كثير، استبشروا خير، إن شاء الله خير، لكن يعني الوضع مأساوي جدا. يعني كل مرة، هذه ثالث مرة أو رابع مرة، والنساء والأمهات ينتظرن بشوق لنتيجة هذه المباحثات، المباحثات الأولى في الكويت، نعم، ثم في ستوكهولم، ثم اللجنة تجتمع عدة مرات، وهذه اللجنة الأخيرة. الحاصل أنه أصبحت مزايدات وأصبحت من أجل شيء في نفس الأمم المتحدة والمبعوث الأممي. نعم، إذن أستاذة أمل السلام اسمحي لنا وأيضا السادة المشاهدين بانضمام الأستاذ عبد الرحمن محمد قحطان ابن المناضل السياسي الأستاذ محمد قحطان والمختطف لدى جماعة الحوثي منذ 5 سنوات عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور. أهلا بك.
أستاذ عبد الرحمن، لو سألتك أين ملف محمد قحطان في ملف تبادل الأسرى؟ نحن أيضا نبادلكم نفس هذا السؤال، لكن لا نعرف إلى أين وصل أو سيصل ملف قحطان في ظل الضبابية في موقف الحوثيين أو جديتهم في التعامل مع القضية. نعم، إذا في أحد منشوراتك طلبت الجهات المعنية ألا ينسوا ملف والدك ضمن هذه العملية لتبادل الأسرى ضمن مشاورات عمان، هل تم الاستجابة لك أو التواصل معكم؟ نعم تم التواصل معنا، لكن برغم المطالبة يعني والتواصل مع الجانب الحكومي، لكن يقولوا لي لم يتوصلوا لنتيجة واضحة سوى وعود من قبل الحوثيين بتثبيت حق الزيارة ولا شيء سوى ذلك. في الوقت الذي ننتظر فيه نحن سوق قحطان عبر سلسلة عملية التبادل طوال الخمس سنوات وإلى حتى هذه اللحظة يعني لم نتوصل إلى شيء، وهو ما يعكس الضعف الأممي والرسمي لحكومة الشرعية من خلال عدم القدرة للتوصل إلى أي نتيجة حقيقية. نعم، إذا يعني هل حاولتم خلال خمس سنوات معرفة أي شيء عن والدكم، سواء بالضغط على المنظمات الحقوقية من خلال المنظمات الحقوقية على مكتب الأمم المتحدة لمعرفة على الأقل خيط عن والدكم، عن صحته، محاولة زيارته إلى ما ذلك، يعني من الأمور البديهية التي يفترض أن تتوفر؟ أي نعم، يعني توصلنا يعني مع المنظمات الدولية مثل منظمة سام، المنظمة السامية لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر الدولي، بالإضافة إلى يعني قمنا بزيارة مكتب المبعوث الأممي يعني عبر سكرتيره الأول تقريبا في عام 2016. نعم، أكد لنا أن موضوع محمد قحطان يحظى باهتمام دولي كونه مشمول بقرار مجلس الأمن. يعني طالبناهم يعني بأبسط حقوق الإنسان، يعني كأقل شيء يعني زيارة يعني أو اتصال، لا يعني لكنهم لم يتمكنوا بتوصل إلى النتيجة بحسب قولهم. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني ربما من خلال الأخبار التي تم تداولها أن الحكومة قدمت كشف فنظر الحوثي إليه ورفض الإفراج عن بعض الأسماء من بعض السياسيين والإعلاميين، هل لديكم أي معلومات هل كان اسم والدك من ضمن هذا الكشف أو لا؟ لا ليست لدي أدنى معلومة عن هذا الشيء. نعم، إذا ما هي أو كيف تقيم تعامل الحكومة الشرعية مع ملف الأسرى مقارنة بتعامل ميليشيا الحوثي؟ لا أعتقد أن لدي معلومة كافية لإبداء رأي في هذا الموضوع. نعم، إذا ما هي مطالبكم للحكومة الشرعية خاصة لجنة تبادل الأسرى؟ مطالبنا واضحة، مطالبنا للشرعية ولجنة تبادل الأسرى نقول لهم يكفي خمس سنوات لاختطاف وإخفاء والدي محمد قحطان قصريا، نطالبهم بالإفراج عنه فورا، عليهم أن يشعروا بما تعيشه أسر المختطفين والأسرى، يعني وأن لا يكون ملف المختطفين مرتبط بأي صفقات سياسية أو حسابات ضيقة، كونه يعني هذا الملف يعتبر ملف إنساني وحقوقي قبل كل شيء. أيضا نأكد أن أي إخفاء أي معلومات عن وضع والدي ذلك لن يثنينا ولن يزيدنا إلا إصرارا في الإفراج عنه، ونحمل الحوثيين كامل المسؤولية على حياته وسلامته، وإن شاء الله ننتظر الإفراج عنه خلال الصفقة التبادل القادمة المتفق عليها في عمان. نتمنى ذلك، وبإذن تعالى أن تطمئن ونطمئن جميعا على سلامة وصحة الأستاذ محمد قحطان. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن قحطان، كنت معنا عبر الهاتف من هنا من إسطنبول. عودة إليك أستاذة أمت السلام. أستاذة أمت السلام، ربما استمعت إلى حديث الأستاذ عبد الرحمن وابن المختطف المناضل السياسي محمد قحطان، وربما هو وجه رسالة للجنة تبادل الأسرى وللحكومة الشرعية أن يصبح هذا الملف بعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو صفقات سياسية
قادمة. هل تجدي ذلك؟ يعني هل فعلا الملف هذا يتناول كجانب إنساني؟ للأسف لا يتناول كجانب إنساني. لو كان يتناول كجانب إنساني كان تم الإفراج من بداية التفاوضات واتفاق الكويت، كانت أول مشاورات في الكويت كانت البداية من هناك. ولكنها المشكلة أنه يتعامل مع هذا الملف كملف سياسي وكملف آخر، ما أدريش إيش نسميه. نحن أمام جماعة الحوثي تنتهك حقوق الإنسان، تخفي الناس، تعذب الناس، تقتل الناس تحت التعذيب إلى درجة الموت. هذه جماعة إرهابية وصلت لها هذه المرحلة من تعذيب الناس. لا شك أنه الإنسان يستغرب أيضا من نقول التدليل أو التماهي، مش عارفة إيش نسميه، من قبل المبعوث الأممي ومن قبل حتى التحالف العربي بالنسبة لقضية المختطفين والأسرى مع جماعة الحوثي. مش عارفة ليش هذا التدليل. إذا كانت بعض التسريبات، لأنه سألنا عن قضية قحطان، وليست قضية قحطان الوحيدة في الإخفاء القسري، معنا 190 تقريبا مخفيين قسريا، ما هوش الوحيد فقط هذا المخفي. تخيلي أسر تعيش على أمل، الله أعلم هل ابنها بخير ما مش بخير، يعني 5 سنوات إلى الآن ينتظروا حتى معلومة بسيطة أنه على قيد الحياة أو غير ذلك. ومع ذلك وصلت المرحلة من في التفاوض الأخير الآن في الأردن إلى أنها كانت ستفشل المفاوضات هذه بسبب قضية محمد قحطان، أنه تعنت الحوثي في هذا المجال. كما قلت لكم، الحوثي جماعة لا تفهم التفاوض والاتفاقات ولا غيرها، ما تفهمش هذه الأشياء. ولذلك أيضا المبعوث الأممي يتماهى مع هذا ويداري ويلا يمشوا. أهم شيء أنه يطلع في الإعلام أنه تم الاتفاق وجلسوا على طاولة المفاوضات. إيش استفدنا؟ ما استفادت الأمهات من هذا من خلال السنوات القادمة، من الكويت إلى ستوكهولم إلى الآن اللجنة، كلها في الهواء ولا في حاجة على أرض الواقع. الوساطات المحلية بتنجح أحسن من الوساطات التي بيعملوها هؤلاء الكبار. وأنا قد كلمتهم عندما قابلت شريم وغيرهم من مكتب المبعوث، قلنا لهم أنتم كبار، لو صدق أن أنتم تشتوا تخرجوا الناس إلى طريق بتخرجوهم، لكن هذا التعامل وهذا التماهي وهذا المضمطة للموضوع، هذه الذي تتعب الناس جميعا وتتعب الأمهات وتتعب الرابطة. لأنه الآن تخيلي 5 سنوات والأمهات منتظرات وعلى أمل أن يحصل هناك انفراجة، وفي الأخير هذا العدد الآن الذي بيقولوا 1400 سيتقلص إلى أن يصير 300 شخص أو 400 شخص أو أقل من ذلك. أهم شيء يخرجوا الأشقاء و الذي يريدوهم الحوثي والباقي. يعني حتى مقارنة بالعدد أستاذة أمة السلام، يعني حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأنه 900 أسير حوثي مقابل 500 من لدى الشرعية، حتى على مستوى التوازن الأرقام لم يكن في صالح الشرعية، كيف يتم القبول بذلك؟ هذا الذي أنا مستغربة له وجميع الناس مستغربين له. لماذا هذا التمييز 900 مثلا؟ حتى لو حصل انه 900 في الاخير فين بيروحوا الى الجبهات يقاتلوا ويقتلوا، مثل ما الدم اليمني الان يسفك في كل مكان. ايضا قلوب الامهات تسفك سواء من الجانب الحوثيين ولا من جانب الشرعيه. هؤلاء امهات وهؤلاء يمنيين مهما كان،
في الأخير بيكونوا محارق للموت، محارق للقاتل. هذه المسألة التي تتعبنا. ليش 900؟ ليش 900 علشان إيش؟ وفي الأخير من الأسرى ومن المختطفين كم نسبة، أيضا كم نصيب المختطفين، كم نصيب الذين هم مدنيين، كم سيكون نصيبهم من خلال الكشف؟ إذا كنا عملنا نحن كرابطة أمهات المختطفين ووثقنا بالمكان الاختطاف والذي توصلنا إليه 900 واحد الذي ما زالوا في السجون وننتظر أن يتم التبادل بهم، كم سيكون نصيبنا من نصيب هؤلاء المختطفين من هذه الكشوفات التي أو من هذه القائمة التي ستكون في التبادل؟ يعني حاجة بسيطة بالنسبة للأعداد التي وردت، 900 مقابل 450 مش 500 هكذا الذي وردت، و 15 من السعوديين وأربعة من السودانيين. يعني ومع ذلك مكتب المبعوث يوافق وتمام، يلا أهم شيء أنه تنجح هذه المفاوضات. نعم سنتحدث عن هذه النقطة أستاذة السلام مدام تماهي مكتب المبعوث مع ميليشيا الحوثي وامتعاض أحد أعضاء لجنة متابعة الأسرى، لكن اسمح لنا أن ينضم معنا المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من أمريكا. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. هناك انتقادات عديدة لهذه التفاهمات التي تجري الآن بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بخصوص تبادل الأسرى، كيف تقرأها أنت؟ هو حقيقة يعني منذ البداية ونحن نؤكد على أن قضية الأسرى هي قضية إنسانية قانونية حقوقية، ويجب أن يأخذ بعدها بعد قانوني حقوقي، لكن غالبا ما يحدث أن الجانب السياسي هو الذي يبغى والمفاوضات يعني طغت عليها الجانب السياسي وجانب المصالح الأطراف النزاع على الأرض، وبذلك طغت أيضا على يعني نفسيات السجناء وأسرهم وأقاربهم. نحن نؤكد على أنها يجب أن قضية الحرية وقضية العدالة هي حق من الحقوق التي لا يجوز التفاوض عليها. ماذا يعني أن يتفاوضوا على موضوع الإفراج عن المعتقلين ويربطوها بالعملية السياسية؟ هل يعني ذلك أنه إذا لم يتم الاتفاق يظل هؤلاء المعتقلين؟ هذه شرعنة لعملية الاعتقال وشرعنا لهذه الجريمة التي ترتكب بحق المعتقلين وأسرهم وأيضا بحق المجتمع عندما تتحول يعني تقوم جماعة الحوثي والأطراف المتواجدة على الساحة باختطاف عدد كبير حتى يتم التفاوض بهم كما سمعنا في الأيام الأخيرة. إذا هناك نحن العملية أخذت جانب سلبي أكثر من الجانب الإيجابي. اليوم جماعة الحوثي خطفت عدد كبير من الأشخاص الأبرياء والمدنيين من أجل أن يضافوا إلى قوائم المفاوضات ومن أجل أن يكون هناك لديها فرصة أكبر لإخراج عدد من مقاتليها. هناك أيضا الجانب الآخر هو أن هناك أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع، لا علاقة لهم بالحرب، لم يتم اعتقالهم في ساحات القتال حتى يتم تبادلهم كعملية أسرى، ولكنهم أخذوا من أعمالهم ومن أماكنهم ومن بيوتهم ومن مكاتبهم من المساجد ومن الشوارع من غرفة التفتيش أثناء تأدية أعمالهم اليومية. فأنا أقول أنه وأنا أؤكد على ذلك أنه قضية الحرية وقضية العدالة وحق الإنسان في الحرية والعدالة هي قضية قانونية إنسانية حقوقية يجب ألا تخضع للتفاوض ولا تخضع للمزاجات. نعم ولكن هذا ما يفترض به أن يكون، ولكن ما يحدث للأسف الشديد أنه تم استغلال هذا الملف والضغط به سياسيا أكثر من مرة. يعني ربما كان اللافتة الكبرى لهذا الملف الجميع مقابل الجميع، ولكن تم تجزئة هذا الاتفاق ورضخ مكتب الأمم المبعوث الأمم المتحدة الأممي بحيث أصبح الآن اتفاق جزئي، عدد 1400-900 للحوثي المقابل قرابة 450 للشرعية. كيف يحدث ذلك؟ كيف يتم تقليص الاتفاق وتجزئته بهذا الشكل؟ هو يعني نلاحظ أن الجماعة الحوثية التي تفرض شروطها، نحن أمام شرعية رخوة، نحن أمام شرعية ضعيفة، نحن أمام شرعية هزيلة. يعني لا تتفاوض من مصدر القوة لكنها تتفاوض دوما من مصدر الضعف وترضخ لشروط الحوثيين. وكذلك أيضا المبعوث الأممي هناك يعني تماهي وتقارب كبير جدا
بين المبعوث الأممي وجماعة الحوثي. يعني وهنا الجرم الكبير أن الأمم المتحدة تشرع لهذه الجريمة، الأمم المتحدة التي يفترض فيها أن تصر على تنفيذ الاتفاق الكل مقابل الكل، اليوم هي التي أصبحت جزء من هذا الاتفاق، وأصبحت يعني تخضع للآراء الميليشيات وتقبل بشروطها. وساعد على ذلك كما ذكرت سابقا هو الموقف الضعيف للسعودية التي يعني لم تهتم كثيرا ولم بملف الأسرى والمعتقلين، وتركتهم يعني فريسة للجماعات المسلحة سواء كانت جماعة الحوثي أو أيضا الجماعات الموجودة في عدن الميليس الانتقالي الذي يتبع الإمارات العربية. وبذلك هناك أعداد كبيرة جدا، يعني هناك في عدن معتقلين لم يدخلوا ضمن الاتفاقيات ولم يناقش أمرهم. يعني أنا أقول أنه المجتمع المدني وروحي أيضا رابطة أمهات المختطفين والأستاذة أمة السلامة التي موجودة معنا في البرنامج على الدور الريادي، التي أنا أقول أنه لم يكن هناك أي دور قوي يمكن أن يشكر عليه سواء للمجتمع المدني أو للجانب الرسمي أو حتى للأمم المتحدة، عدا ما تقوم بربط أمهات المعتقلين وما يقوم بأهل المعتقلين من عملية الدفاع الشرس عن أجل انتزاع حقوق أبنائهم وأقاربهم الذين يخضعون اليوم للابتزاز وللمبايعات، وأصبحوا مزاد يعني حتى وصل الحد إلى يعني بيع الجثث وإلى مغايرة الجثث وإلى تبادل الجثث، وهذه جريمة تسجل التاريخ في صفحاته السوداء. نعم، إذن يعني برأيك لماذا كانت حصة ميليشيا الحوثي أكثر من حصة الشرعية؟ قبلت الشرعية وقبل المبعوث الأممي بهذه القسمة، لماذا؟ لأنه هناك قبول من قبل الشرعية، الشرعية هي ضعيفة، وبذلك جماعة الحوثي دائما ما تطرح شروطها. أيضا هناك يعني تم إدخال مثلا شقيقة رئيس الهادي، إدخالهم مقابل يعني تقريبا 100 شخص، إدخال عدد من الجنود السعوديين مقابل أعداد كبيرة من الحوثيين وأيضا السودانيين، وبذلك جماعة الحوثي استطاعت أن تلعب على هذا الملف وأن تبتز الشرعية وتبتز المجتمع الدولي وأيضا تبتز أسر وأهالي الضحايا، لأنه من تبقى من هؤلاء سيكونون يعني للابتزاز. هناك أعداد كبيرة جدا يتم التفاوض مباشرة مع أقاربهم من أجل دفع مبالغ مالية وإخراجهم بعد يعني أشهر طويلة من المفاوضات وبعد ابتزاز طويل يتم الإفراج عنهم. وبذلك الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ترك هؤلاء السجناء وأهاليهم فريسة لجماعة الحوثي لابتزازهم وممارسة عملية الابتزاز، وكما انتزعوا أبنائهم إلى السجون ينتزعون أموالهم ولقمة العيش من أفواههم ويجعلونهم يذهبون للاستدانة والبيع عن مدخراتهم وما يمتلكون من أجل أن يخرجوا أبنائهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف من أمريكا. عودة إليك أستاذة أمة السلام. أستاذة أمة السلام، ونحن نتحدث عن يعني الآلية التي يتم بها التعامل سواء من قبل مكتب المبعوث الأممي وأيضا من الشرعية، ربما أحد أعضاء اللجنة تبادل الأسرى صرح لي وسيلة إعلامية بأنه يعني يستنكر ما يقوم به هذا المبعوث وأنه يدير عملية التفاوض بطريقة سيئة حد قوله، ويعني لا يكترث بمعايير حقوق الإنسان في التعاطي مع هذا الملف ولا يعتبره ملف إنساني بالمقام الأول، وربما يجد أنه أحد النجاحات الذي يريد فرضها أو تسجيلها. كيف تعلقين؟ هذه تعتبر شجاعة من العضو هذا الذي ما ذكرش اسمه، وبارك الله فيه أنه طرح هذه النقطة ووضح هذه المسألة، لأنه الوضع سيء جدا. يعني كيف بيتحملوا هؤلاء الناس اللي جالسين يتفاوضوا مع الحوثي بهذه الطريقة؟ يعني هذاك بيشل 900 أسير ومن عندهم 400 مخلطين عاده معتقلين على مخفيين على أسرى، على يعني مأساة، والله مأساة اللي حاصلت داخل هذه التفاوض أو داخل هذا اللجنة الذي يناقشوا فيها. وتخيلي على مراوغة عند الحوثيين وأنهم بينسحبوا وأنهم خلاص بيسيبوا هذا الاتفاق والاتفاق يفشل والمبعوث يفتجع على سبب لا
يضع عليها الموضوع ويكون فشل ذريع بهذا الملف. المهم قصة مأساوية في هذا الوضع، ويروح في الرجلين المختطفين الذي تتخذهم جماعة الحوثي رهائن عندها، بحيث أنه يتفاوض أو تقايض بهم المقاتلين حقها. وهذه المعلومة أو الطريقة التي استخدمها الأئمة من قبل في مسألة الرهائن، وأنهم يمسكون الناس كرهائن يضغطوا بهم على خصومهم. هذه المأساة التي نعيشها، نعيش مأساة، وضع مأساوي كبير جدا في هذه المفاوضات. تخيلي أنه عندما سمعوا المختطفين داخل السجون أن في هناك لجنة وأنه في انفراجة وكذا، كل واحد يكلم زوجته أو يكلم أمه، شوفوا نحن داخل السجن تعبنا، إلى درجة يشكي لهم. إحدى النساء تقول أول مرة أشوف زوجي يبكي، يعني إلى هذه الدرجة تعبوا الناس داخل السجون. حرام، يعني ما حد بيحس بمأساتهم. لو داخل اللجنة هذه الذي حق الشرعية، لو داخلها ناس أبنائهم مختطفين أو ذويهم مختطفين، كنت أظن أنه تغير الوضع، مش هكذا بهذه الطريقة الذي بيديروا بها هذا الأمر. تفشل المفاوضات، ليش عد أنه يرضخوا إلى هذه الأشياء؟ يشوفوا طريقة جديدة للتفاوض، يشوفوا حاجة ثانية. فشلت هذه الطرح الذي بيطرحه المبعوث في طرق أخرى. إذا كانت كما قلت لك التبادل المحلي نجح، تبادل في تعز، تبادل في مأرب، تبادل صحيح. في صنعاء، تبادل في كثير من الأماكن بالوسطاء المحليين، ونجحت هذه لأنهم من داخل اليمن وقلبهم على اليمنيين، وأنهم أيضا يحسوا بالمسألة وهي أولوية لديهم. لكن هؤلاء الذي جالسين هناك ليست هذه أولوياتهم ولا من أولوياتهم. أهم شيء أنه فلان يخرج وفلان يجلس، وأهم شيء المقاتلين حق الحوثيين، وأهم شيء فئة من الناس يضغطوا بهم على أساس يخرجهم. وفي الأخير حتى الآن الأمهات إذا أرادت أن تتابع بعد ابنها يقول لها ما بش خرج لابنش، لأنه في كشوفات ستوكهولم. من خلال أيضا الاتفاق الماضي في السويد إلى الآن تم اعتقال أكثر من 2000 واختطاف أكثر من 2000 شخص، ماتوا تحت التعذيب أكثر من 20 واحد. عن أي شيء يتفاوضوا؟ حتى أنه هذه مسألة التبادل الآن، الكل بالكل ولا الجزء بالجزء، حق سنة كم بيطرح؟ أي سنة سيتم التبادل عليها؟ أي سنة سيطرحوا هؤلاء الناس اللي موجودين 5 سنوات وهم يعذبوا داخل صحيح. السجون؟ سادة متسلم، اسمحي لنا فقط أن تنضم معنا أم محمد وصالح، وهما مختطفان لدى ميليشيا الحوثي عبر الهاتف. مساء الخير أم محمد. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا أستاذة آسيا. أهلا بك. بس بوضح لك، مش مختطفين مع الحوثي، مع أمن عدن هيالي. مع أمن عدن، إذن تمام، يعني كلهم مختطفين مع للأسف الشديد مع مجموعة من الميليشيا. حدثينا متى تم اختطافهم وكم لهم تقريبا؟ يعني والله لهم 4 سنين من 2006. اختطفوهم مع بعض؟ لا، أول الصغير سلمه أبوه لأمن عدن، وبعدين الأخوه الكبير تاني شلوه، وأول خفاص صغير وتالي خرج، يعني بينوه في سجن في معسكر دارق، وتالي شلوا أخوه وخفوه وأخوه، جلسوا في حوش الشلال يعني 20 يوم، حولوهم التحالف وتعرضوا. من بالضبط اللي أخذهم محمد؟ يعني بعدين من اللي أخذهم؟ أخذهم مكافحة، هذا اسمها الحزام الأمني شلال. أي طيب، يعني بعدما تم أخذهم ما عرفتش أي معلومات عنهم؟ هل سمحوا لكم برؤيتهم؟ إيش كانت التهمة اللي أخذوهم؟ يعني أنا بختصر لش آخر صدق. مرة في سجن المنصورة، بعد ما حولوا من عند التحالف وهم معذبين لسجن المنصورة الاثنين،
وجلسوا حوالي 3 أسابيع وشلوهم الساعة 1:30 في الليل. شلوهم ولوين؟ الآن الرابعة من السنين الآن وحنا ولا نعلم عنهم شيء. لفين أخذوهم؟ من سجن المنصورة لفين أخذوهم؟ والله ما العلم وين خذوهم. اللي شلوهم رجال شلال قالوا لهم في الليل الساعة 1:30. طيب بعد ما قالت تعالي شوفي بعدين دخل ابوهم بعدين ابوهم ومحافظ شبوه اسمها وكيل محافظة شبوه دخلوا لعند شلال وقال لهم شلال طلبهم مننا التحالف لمدة 2 أو 3 أسابيع بيحققون معاهم واللي هو بريء بيخرجونه واللي هم دان رجع على سجن المنصورة يعني لما تحاكم ولا حد الآن تالي شلال كل ما رحنا ما حد هو مسافر ما فيش ما ولا خطينا باب ولا خطينا مكان ولا وما فيش ما يعني اللي طلب أولادك والتحالف التحالف اللي طلب أولادك قال ايوه لما دخل ابوهم عند شلال ومعاه وكيل محافظه شبوه ومعاه 3 شيوخ قال لهم طلبهم مننا التحالف لمده 2 أو 3 أسابيع بيحققون معهم واللي هو مدان بيجعونه الى سجن المنصوره واللي هو بريء بيخرجونه ولا حد الان هذا ما فيش ما بان لهم اي اثر وكل ما رحنا من بعدها لشلال ولا لهنا ولكل مكان رحنا لاداره الامن عند عبد الدايم عند ذا عند ما فيش ما يعطونا اي تجاوب لحد الان 4 سنوات قلتي صح؟ 4 سنوات 4 سنوات ما نعلم عنهم شيء. طيب يعني هل حاولتم تتحدثوا مع منظمات مع مكتب مبعوث الامم المتحده مع الشرعيه مع اي جهات؟ ما لا خطينا مكان وكل مكان لا منظمه ولا حكومه ولا حتى شبوه محافظ شبوه والمدير ومدير الامن وال في عدن وفي شبو ما فيش ما فيش تجاوب ما فيش لا من هنا ولا من هنا يعني ما يقولوا لك انه يعني لا يجيبوا لك خبر على اولادك ولا يعطوكم امل انهم بيحاولوا يخرجوهم لا يعني ما فيش اي تجاوب ما فيش اي تجاوب ما فيش في الحين هذا الان نحن عند التحالف وعدونا قالوا انهم في معهم الان شكلوا لجنه وانهم بيشوفون وبنشوف ما احنا دارين ايش معاهم. الله يعينك يا خالاوي يطمن قلبك باذن الله بعوده اولادك آمين. وان شاء الله باذن الله على القريب العاجل تفرحي بهم. شكرا شكرا آمين لك وجودك معنا في هذا الحلقه. بسالكم انتم باذن الله تعالى انكم لا تقصرون في الايام من شان هذا كل المقصرين وكل المخفين خاصه اللي في اليمن جميعا انكم هذا واجبنا ان شاء الله كل اللي تقدرون عليه. الله يعطيكم العافية. الله يسعدك يا خالة ويطمن قلبك إن شاء الله. شكرا لك كنت معنا في هذه الحلقة. إذن أستاذة أمة السلام يعني هذا ملف موجع آخر. ما هو مصير هؤلاء المختطفين والمغيبين في سجون أو عند ميليشيا غير ميليشيا الحوثي؟ هذه مأساة أخرى من مآسي اليمن. مأساة كبيرة جدا وهي المخفيين والمعتقلين عند في عدن وغيرها من المناطق المحررة. هذه أيضا مأساة ولذلك آخر ما وقفنا مع رابطة أمهات المختطفين مع الأمهات أمهات المخفيين قسرا أمام التحالف وعد مسؤول التحالف أنه سيشكل لجنة والآن نتابع هذه اللجنة على أساس أنهم بيرسلوا رسائل ويشوفوا فين الأبناء وفي خلال الفترة هذه القادمة 2 أو 3 أو شهر سيتم البحث والتدقيق وإعطاء الأمهات معلومات ولذلك نحن ننتظر مع الأمهات. سمعتي أم محمد يعني مأساة والله مأساة الأمهات تخيليها هؤلاء 4 سنوات بدون معرفة أين أبنائهم وغيرها مثلها والله لا تشوفي كيف النساء كبار في السن ومطاومات على المتابعة لأبنائهن من سجن لا سجن من مكان لا مكان من مسؤول لا مسؤول يعني شيء يحزن القلب وهذه الأمة المكرمة هذه الأمة التي المفروض أن الجميع يكرمها ويعطيها حقها وإذا بها تهتان من مكان إلى مكان تبحث بعد ابنها وبعد فلذة كبدها.
نناشد الجميع أن يقفوا مع هؤلاء الأمهات، لا يكسروا قلوبهم رجاء من الجميع. نناشد الشعب اليمني الآن، ما عاد في معنا إلا الشعب اليمني الذي نناشده، لأنه الباقي نقول أنهم يعني ما نقولش تخلوا عن هؤلاء الناس، ولكن نريد أن فزعة من الجميع أنهم هؤلاء أبناءكم، هؤلاء أبناء اليمن، هذه قضية وطنية، سواء المعتقلين في السجون في عدن وغيرها أو عند الحوثي، هؤلاء يمنيين في الأخير، لهم أمهات، لهم أسر، تعاني هذه الأسر، تعاني هذه الأمهات. الآن وضع اقتصادي صعب، والأمهات والأهالي يشكو، يكافئوا الذي داخل السجون ويكافئوا أنفسهم أو يشتغلوا على أنفسهم، لا في دخل ثابت معهم ولا مرتبات والغلاء، يعني وضع مأساوي بمعنى الكلمة. وفي الأخير هذا اللعب الذي يحصل في اللجنة والتبادل وغيرها أيضا يتعب الناس جميعا ويتعب الأمهات كثير بشكل كبير جدا. نناشد الجميع أن يكونوا صادقين، اللجنة تكون صادقة، مكتب المبعوث الأممي يكون صادق، وتكون هذه القضية من أولوياته، هذه قضية إنسانية بحتة، قضية إنسانية يا ناس، قضية إنسانية ليست للمزايدات السياسية. نناشد الجميع، المنظمات والناس، أن يقفوا معنا في متابعتنا لأبنائنا ومطالبتنا بإفراج عن أبنائنا. نحن في رابطة أمهات المختطفين وجميع الأمهات نناشد أن يطلقوا أبنائنا دون شرط أو قيد. هؤلاء مختطفون مدنيون لم يشاركوا في حروب ولم يحملوا أسلحة، ولا وإنما أخذوا من أماكنهم، ناس بسطاء، دكاترة، إعلاميين، صحفيين، يعني من يعني ربما اتضح الهدف الرئيسي أخذ هؤلاء اليمن من بيوتهم ومن أماكن أعمالهم ومن الشوارع أحيانا إلا لتكثيف العدد للضغط بهم وأخذ أسراهم، يعني أسلوب ميليشاوي حقيقة. شكرا جزيلا لك أمد السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.